عزيز الرجل لكي يعم السلام استخدم كحلة المدام. مصطلح جارية بالمفهوم الشعبي عادة بيتم تفسيره على أنه مرادف لغوي أمة مؤنث عبد، في حين أنه لو رجعنا لمعجم لسان العرب ابن منظور بنلاقي أن المعنى الصحيح مصطلح جارية هو الفتاة الصغيرة. سبب تسمية الفتاة الصغيرة بجارية هو بكل بساطة أنه بتحب تركض من الجري. أكيد ممكن الواحد يسأل ليش سمينا البنت جارية وما سمينا الصبي جاري، مش نحن يعني قديما. الجواب على هالسؤال بنلاقيه بكتاب Sex, Gender and Kinship بيرتون باسترناك، كارول أمبر وملفن أمبر. بهذا الكتاب بيقولوا أنه لعب أكثر بكتير من مجرد أداة للتسهيل للأولاد. اللعب هو فعليا أداة للفصل الجندري ما بين النوعين الذكور والإناث. بالمجتمعات الذكورية تحديدا يتم توجيه الصبيان باتجاه لعب أو نوع معين من الألعاب، وبتم توجيه البنات أو الإناث باتجاه نوع مختلف من الألعاب. من هذا المنطلق لو رجعنا للمجتمعات العربية القديمة ولحد ما الحالية، كان يتم توجيه الذكور لنوع من الألعاب يلي فيها نوع من التحدي والمبارزة، الإناث تلعب بالطريقة اللي بدها إياها طالما هي صغيرة. بهذا المعنى كان الذكور يعيش طفولة الغلط، فبالتالي كان يكبروا وينشأوا على هذا النوع من الثقافة ويوردوها لأولادهم وتعود تتكرر الدائرة. المشكلة كان أنه هذا النوع من الثقافة كمان انتقل للإناث أنفسهم، فالنساء كانوا يؤمنوا بهذا النوع من الثقافة لدرجة أنه الشخص أو الرجل أو الذكر يلي كان يرفض أنه يحارب ويقاتل يكون واحدة من النساء بالقبيلة تعطيه مكحلة ومجمر. المكحلة ليحط كحلة، ومجمر هو يلي بحطوه على الجمر ليحضروا فيه أكل. في نوع من السخرية كان من قبل النساء للرجال، انه يلي بيرفضوا يقاتلوا او يحاربوا انه انتوا صرتوا مثلكم مثل النسوان، فشغلتكم نسوان فصرتوا ضمن مجموعة النساء، كحلوا وعملوا اكل مع النسوان. بكتاب شعارات العرب في الجاهلية والاسلام لبشير يموت بيقول فيه قصة عن قبيلة بني جديس، كان فيهم امرأة شاعرة اسمها عفارة بنت عفان. بهيدي القبيلة كتر عدد الرجال يلي بطل بدهم يحاربوا، فعفيرة بتطلع بيوم من الأيام تعمل لهم قصيدة من ضمن نفس السياق بتقول لهم فيها: ولو أننا كنا رجالا وكنتم نساء لكنا لا نقر بذا الفعل، وإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساء لا تعابوا من الكحل، ودونكم مطيب العروس فإنما خلقتم لأثواب العروس وللنسل، فبعدا وسحقا للذي ليس دافعا ويختال يمشي بيننا مشية الفحل. يا فحلي، بتخيل أنا لو كان بأيام قريش كان في لوريال باري، كانوا عملوا دعاية لحتى يبيعوا كحلة للرجال، قالوا فيها: عزيز الرجل لكي يعم السلام استخدم كحلة المدام. لوريال باري، جمالك سيدي. ما بخافش من حد ولا عمري هكش، واي حد هيواجهني هاخدوش، ما جمع الحق هياخد حقي اه معلش، ولو مش فايق يلا روح واعمل ريفرش. بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة، ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قبة، اصل التناكة من الاخر دي ليها ناسها، والناس اللي بتتنك انا بديها فوق راسها. Mafia!